السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديغو. سعيدة جدا بلقياكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الوصفة ديال اليوم، غادي نحضروا رغيفات معمرين بالدجاج والشعرية الصينية بعجين أكثر من رائع، كيجي مرق مقرمش وكيدوب في الفم، وأيضا بحشوة لذيذة بزاف بالقطع ديال صدر ديال الدجاج. فالوصفة كلها من أروع ما يكون إن شاء الله، غير جربوها وما غاديش تندموا. فغنمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بالحشوة هي الأولى، لأن العجين هاد المرة غندير فيه الخميرة، فما غاديش يحتاج وقت كبير في الراحة. غادي نحتاجو الكيمياء ديال القطع ديال الدجاج من صدر او اي بلاصه نتوما بغيتو او اللي موجود عندكم. فالكيمياء كتبقى على حساب الرغبه. غنحتاجو بصله صغيره مقطعه رقيق، فلفله حمراء مقطعه، جوج فصوص ديال الثومه، شويه ديال السمن، وطريف ديال الحامض مصير مقطع بالقشره ديالو. وغادي نحتاجو التوابل، فلفله حمراء حاره، شويه ديال البزار، الخرقوم بلدي، سكينجبير هو اللي تيكون شويه بزايد، شويه ديال الملحه، وقزبر ومعدنوس مقطعين، و50 غرام ديال الشعريه الصينيه. انا كنستعمل ديال الارز اللي هي هذه، كاينه كتباع في بيم وكاينه حتى في مرجان. فغادي ناخذ مقله نديرو فيها شويه ديال زيت الزيتون او زيت عادي، كنوضعوا هاد الفلفله والبصله ونخليوها فوق النار كتشحر حتى تدبل. وحنا مره مره كنقلبوها. غادي ناخذ شعريه صينيه كنصبوا عليها ماء غليان ونخليوها واحد ربعه او خمسة ديال الدقائق حتى كترطب، من بعد نصفيوها ونخليوها جانبا. بعد ما كتشحر البصله والفلفله وكيدبالوا كما كتشوفوا، نضيفوا القطع ديال الدجاج، ثومه محكوكه، ثم نضيفوا التوابل اللي ذكرت كلها، السمن. الناس اللي ما تيبغيوش السمن ممكن يستغناو عليه، وايضا حتى الفلفله حاره. وكنضيفوا حتى الطريف ديال الحامض مصير مقطع. كنخلطوا هاد المكونات مزيان باش كيشرب لينا الدجاج التوابل، وكنخليوه فوق النار حتى كيطيب، ما كياخدش وقت كتير، فالدجاج دغيا غيطيب خصوصا وهو مقطع. فبعد ما كيطيب وكتنشف الحشوه ما يبقاش فيها الماء، غنضيفوا الشعريه الصينيه اللي حتى هي قطرناها مزيان من الماء. ضروري الحشوه تكون ناشفه باش ما كتفسدش لينا العجين ديال المسمن. كنخلطوا هاد المكونات، وفي اخر مرحله كنضيفوا القزبر ومعدنوس مقطعين. فالشعريه الصينيه راه ما كتحتاجش طيب، لانها مازال غادي تدخل الفران، وهذاك الماء طيب اللي ضفنا ليها فهو كافي جدا، يعني ما نحتاجوش ان نخليوها فوق النار. كنخليو الحشوه ديالنا تبرد، وغادي نمشيو نحضروا العجين. انا خديت هنا فقط 250 غرام ديال الدقيق، كنضيف عليه شويه ديال خميره الخبز، تقريبا نصف معلقه ديال القهوه، وشويه ديال الملحه حسب الذوق، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات بعد ما كنغربلوها. وغنضيفو كذلك نص معلقة صغيرة ديال الخل، دائما معلقة ديال القهوة صغيرة يعني غير قطرات ديال الخل. وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال الياورت بدون سكر. هنا إلا كنتو غديرو نص كيلو ديال الدقيق فغتضيفو العلبة ديال الياورت كلها. كنجمعو العجين بما دافي، نضيفو الماء غير بشويه بشويه. انا العجين تطلق ليا واحد شويه، فضفت معلقه كبيره ديال الدقيق. خصنا عجين يكون رطب ولكن ما يكونش مطلوق، يعني يكون شويه شاد راسو. هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا، ماشي قاصح وفي نفس الوقت ماشي مطلوق. ندلكو العجين ديالنا مزيان
وكندهنوا يدينا بالزيت ونبداو نقطعوه الكويرات. هذا هو القوام ديالو بعد ما تدلك، كنقطعوه الكويرات بهذا الشكل، غنديرهم غير صغيورين وغنحطهم في طبسيل اللي حتى هو مدهون بالزيت، ونغطيوهم ببلاستيك غذائي ونخليوهم واحد 5 ديال الدقائق لان العجين فيه الخميره، فما غنخليوش يرتاح بزاف لانه الا خمر غادي يعذبنا ملي غنبغيو نورقوه، غادي يبدا يتقطع. وإلا كان الجو سخون فديروا كمية الخميرة تكون قليلة بزاف، وأيضا نعجنوا العجين بماء بارد، ما نديروش الماء دافي. من بعد أنا دوبت الزبدة وخلطتها بالزيت، كنحيدوا الحليب اللي في الزبدة، وأنا درت الزبدة غالبة على الزيت، وكنبداو نبسطوا هاد الكويرات ديال العجين، نبسطوهم غير شوية وكنحطوهم يرتاحوا، نستمر حتى نكملوا الكمية كلها لأن ما عندناش عجين كتير. كنخليوهم يرتاحوا فقط 5 ديال الدقائق وكنبداو نورقوهم. كنبداو بأول مسمنة اللي بسطنا، كندهنوا سطح العمل بخليط الزبدة والزيت وكنبداو نورقوا كما كتشوفوا، ندهنوا العجين ونقلبوه. فهنا حاولوا انكم تخدموا شويه بسرعه لان الا خمر العجين فهو كيبدا يتقطع، يعني لا تعطلنا عليه. فنخليهم فقط يرتاحوا 5 ديال الدقائق وكنبداو نورقوا. نحاولوا ان العجين يكون رقيق، فالمكونات ديال العجين مع الزبدة مع هاد الطريقة ديال التوريق كتعطينا واحد العجين اللي صراحة أكثر من رائع، كيدوب في الفم، كيجي هشيش بزاف، والحشوة راه كتجي أكثر من رائعة. هنا أنا دهنت بخليط الزبدة والزيت وكنطوي على 4 بالطريقة العادية اللي كنحضروا بها الرغايف بهذا الشكل، وكنحطو جانبا. غادي نشوفوا واحدة أخرى، دائما ندهنوا سطح العمل وكنبداو نورقوا. نحاولوا ما نكتروش الزبدة والزيت في الرغايف باش ما يجيوناش تقال. وخا يتقطع لكم العجين شوية معليش لأننا كنطويو على 4 فهو فيه الخميرة ضروري غادي يتقطع. ندهنوا بالزبدة والزيت، الجو بارد فالزبدة بدات كتجمد ليا، انا ما بقاتش سائلة لاني قربت نكمل، وكنطويو على 4. كنحطو الرغيف ديالنا جانبا، بعد ما نكملو كنبداو باول رغيفه اللي حضرنا، نبسطوها غير واحد شويه وكنركزو على الجناب، ثم كنحطو الحشوه في الوسط وغادي نجمعوا هاد القنيتات ديال المربع. كنديرو كل 2 ديال الزوايا متقابلين، كنديرو وحده على وحده، هانتوما بهاد الشكل، وكنضغطو في الوسط باش كنثبتوهم صافي. وكنحطو في لاطا، انا درت البابي كويسون في لاطا، وغنشوفو وحده اخرى. فكناخدو مربع نبسطوه غير واحد شويه وكنركزو على الجوانب، هما اللي تيبقاو غلاط غير في هاد العجين، ما تخافوش راه كيجي العجين زوين بزاف صافي. كنحطو الحشوه وكنجمعو هاد القنات بهاد الشكل واحد على واحد، انتما الطريقه ساهله بزاف والنتيجه اكثر من رائعه. ما نخليوش الحشوه تبان، كنحاولو نسدو عليها صافي، وكنحطو في اللاطه. هنا بعد ما كملت القطع ب10 فغادي ناخد اصفر بيضة ضفت عليها شوية ديال الهريسة، ممكن ديروا لاصوص صوجة او صلصة
طماطم غير باش كتعطيو لون لهاد الرغيفات، كنخلطو مزيان وكندهنوهم. الفران ديالنا في هاد الأثناء يكون سخون مزيان، وكنزينو هاد الوسط يا إما بقطعة ديال الزيتون أو بشوية ديال الزنجلان أو البافو، ممكن ديرو أيضا حتى لوزة. أنا درت شوية ديال لي غران دو شيا أو حبوب شيا صافي، وكندخلوهم الفران كنخليوهم على نار مهيلة حتى كيطيبو ويتحمرو تقريبا 180 درجة، حتى كيتحمرو من جهتين بجوج ونخرجوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم، كنتمنى أنها تعجبكم وتجربوها بالصحة والراحة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله.